واش انت من النوع ديال الاشخاص اللي تعاود يكرر شي حوايج اللي عارفهم انت ما خدامينش ليك؟ لان هاد النقطه هادي اللي كيتميزوا بها هاد الاشخاص هادو اللي انت باغي تولي بحالهم هما انه ما تيكرروش شي حاجه اللي ما خدامش ليهم، يعني ما تيعاودوش يرجعوا يهضروا مع واحد النوع ديال الاشخاص اللي عارفوا انت ما خدامش ليك، يعني ما تيرجعوش يمارسوا بعض العادات اللي عارفك انت هي كيخليوك تندم من بعد. شحال من واحد كنشوفوه اليوم كيفيق الصباح كيمشي بوانتي على قبل ان صالير مينابل على قبل 4000 ولا 5000 درهم، الله يحسن العوان، بعض المرات الضروره كتدعي ذلك، ولكن هذا ماشي عذر انك تبقى حياتك كامله وانت خدام في السميك وخدام ب 3000 درهم و 4000 درهم. هذا موضوع غادي نتطرق ليه من بعد وغادي نديفلوبي. كاين بعض الاشخاص كيف ما تشوفوا انه تيتشكى ما تيدير حتى شي حاجه باش يغير الوضع ديالو، في الاخر ديال الشهر تيدو الصالير عاوتاني هذاك الصالير تيمشي في الماكله والترونسبور، حتى حاجه ما كتغير في حياته، لا الصالير تيمشي في الماكله والترونسبور ومشي يضرب دويره في المول، عاوتاني الاخر ديال الشهر نفس الهضره وكنعاود نكرر شي حوايج اللي انا ما باغيهمش. انت عارف ان هادشي ما خدامش ليك وما كدير حتى شي مجهود وبان هادشي غادي يخليك بلاصتك، وبان لو فيت ديال ان الصالير ما تيمشي تتانفيستي الصالير ديالك في التخربيق في الماكله وفي لي مول الى اخره ما غيغير حتى شي حاجه في الواقع ديالك، ولكن مع ذلك اون فوا تيطيح الصالير عاوتاني في يديك كتعاود تمشي تصرف نفس التصرفات وكتكرر نفس التصرفات. هادشي اللي تنقصد. وهنا بغيت نعاود لكم على واحد القصه كانت وقعت ليا في مركز الاتصال فاش كنت خدام في السونتر دابيل. كان وقع ليا واحد الحدث في العائله مؤلم بزاف اللي كان خصني نخرج من الخدمه باش نمشي على قبله باش نمشي نريقل هذا المشكل هذا، وبالتالي طلبت من رب العمل ديالي انني يعطيني تصريح باش نخرج، وقال لي لا ما غاديش تخرج اليوم غادي تكمل الخدمه. رب العمل ديالي كان صغر مني بعامين وما خرانيش انني نمشي نخرج نقضي غراض ديالي اللي كان مهم بزاف، ولكن انا في بالي كنت داير انني غادي نخرج يوقع اللي وقع. بقيت معاه قال لك لا سيدي ما غاديش تخرج تقضي غراضك غادي تجلس تخدم. فهاد اللحظه هادي شنو درت؟ كان خاصني ضروري نمشي لان كان عندنا حدث في العائله. قلت ليه دير اللي قال لك مخك ومشيت وخرجت من الخدمه، ومن ديك الساعات الى يومنا هذا ما عاودتش رجعت لهاد الخدمه هادي. الى يومنا هذا كيف ما كتفرجوا في هاد الفيديو هادي وكتشوفوني اليوم، يقدر يكون هو كيشوف فيا اليوم، الى يومنا هذا ما رجعتش لهاد الخدمه هادي. افونسيت بلا ما نشوف اللور، وكنشكرو بهذه المناسبه الا كان كيتفرج في هذا الفيديو هادي، لان بسببك اليوم وبفضلك تصرفقت وفهمت الحياه، فهمت واحد الدرس كبير في الحياه اللي تيقول الدبلومات والمعارف اللي عندك والنقط اللي جبتي في المدرسه ما عندهم حتى شي فائده فاش كتكون باغي تخرج تشوف بنتك مريضه، اولا باغي تخرج وتشوف ولدك، اولا باغي تخرج تشوف امك مريضه، ويجي واحد قل منك فلاج ويقول لك لا ما غنخرجش وما غنعطيكش التصريح باش تخرج، ما غنعطيكش التصريح باش تمشي تشوف امك اللي مريضه، وما غنعطيكش التصريح باش تمشي تشوف ولدك اللي غادي يسافر وخاصك تمشي تشوفه. فهنا كتحس بواحد التصرفيقه وكتفهم بان النقط ديالك في المدرسه الدبلومات ديالك اللي قريتي عليها والتخربيق والبولشيت كامل اللي كانوا كيعمروا لك به دماغك فاش كنتي صغير ما عنده حتى شي فائده في الحياه. اللي عنده فائده اليوم في الحياه هو الحريه الشخصيه ديالك. اليوم ما بغيتك تحط حتى شي هدف قدام عينيك في هاد 2020 هذا الا تخدم على الحريه الشخصيه ديالك، لا ليبرتي بيرسونيل ديالك، تخرج فوق ما بغيتي، تخرج ولادك فوق ما بغيتي، تمشي عند امك فوق ما بغيتي، تاكل فوق ما بغيتي، تنعس فوق ما بغيتي، تخدم فوق ما بغيتي. كنهضر على هذا الشيء. الى اليوم طرحتي السؤال مع نفسك واش انايا كنقدر نخرج فوق ما بغيت، واش انا كنقدر نهضر مع من ما بغيت، واش انا كنقدر نسافر فين بغيت، فما عندكش الحق اليوم انك تمشي ترتاح غير انك كونفورتابل دون لافي. هادشي اللي خاصك تفهم، اكبر عدم الارتياح هو فاش كيجيك واحد الغرض خاصك تخرج عليه من الخدمه وتمشي تقضيه، اولا كيجيك واحد شي حاجه ان ولدك كيمرض خاصه عمليه وما عندكش باش تداويه، اولا الوالده ديالك مريضه ما لاقيش باش تداويها، هنا كتحس بلان كونفور ديال بصح وكتحس بان معمر الخطوات السهله كديو الحياه جميله، الخطوات السهله كديو الحياه الصعبه، والحياه الصعبه كدي الحياه سهله، كل شيء غادي بلانفيرس. حنا اليوم كنعيشوا في واحد العالم راسمالي، واللي كينجح فيه هو الشخص اللي كيزعم يدخل في تجارب جديده اكثر من الاشخاص الاخرين. كندخل في تجارب جديده اكثر من اشخاص اخرين وكنفشل دغيا، كندخل في تجارب جديده وكنفشل دغيا، كندخل في تجارب جديده وكنفشل دغيا. فكون على يقين خمس سنين بحال هكا واخا تقرا 30 عام ديال الكتوبه واخا تاخذ 4 ديال الدكتورات، فهذا الشيء ما عنده حتى شي قيمه قدام واحد اللي خمس سنين هو كيدخل في تجارب جديده وكيفشل فيهم. حنا كنعيشوا في حاله براسمالي، واليوم سيتوي دون لا ميرت
اولا اليوم الا شي حاجه ما عجبكش في الحياه ديالك، اولا اليوم الا عايش في البؤس، ما تبقاش ترمي المسؤوليه على اشخاص اخرين، ما تبقاش تقول هادشي بسبب اشخاص اخرين. سي توي دون لا ميرت اريت دو بلامي لي زوتر، وكون واقعي بينك وبين نفسك وطرح الاسئله اللي خاصهم يطرحوا، لان الحياه ما كتبغيش البكايه وما كتبغيش الناس اللي تيتشكاو بزاف. الحياه ما كتبغيش البكايه وما كتبغيش الناس كيتشكاو بزاف، الحياه كتبغي الناس اللي تيخرجوا وتيعطوها بسنانو. وانا عارف بزاف ديال الاشخاص غادي يخرجوا دابا وغايقول لك واه هادشي اللي كتقول فيه، هادشي راه المغرب هذا والواقع هذا، وهادشي سي جوست ان تروك ديال ديفلوبمون بيرسونيل على الامريكان اكسيتيرا اكسيتيرا، وماشي سوقي. انا داير بحال هكا ماشي سوقي، قول لي بغيتي تقول ماشي سوقي، انا كندير لي فراسي، كندير لي فراسي وكندير لي مسلكني. وهنا كتجي النقطه رقم واحد اللي كيديروها الاشخاص الاغنياء اللي كيلعبوا في سبعه ديال الارقام شهريا واللي كيتحكموا في 97% ديال العالم وما كديرش انت. هما هاد الاشخاص هادو فهموا ان 90% ديال الاشخاص غادي يكرهوهم، 90% ديال الاشخاص الناس ما غيبغيوكش، الناس ما غيبغيوكش. هادشي اللي خاصك تفهم، الى اليوم النظام ديال القيم ديالك ما كيتماشاش مع واحد نظام ديال القيم والمعتقدات ديال شخص اخر فغادي ترفضوا، لان حنا دي زيتر هومان اوني دي زيليكترو ايمو، يعني تكون فينا واحد الطاقه كهرومغناطيسيه او لا سكون ابل لينيرجي الكترومانيتيك، وهاد لينيرجي الكترومانيتيك كتعاوننا في الجذب، نجذبوا داكشي اللي بغينا وكندفعوا داكشي اللي ما بغيناش. انا غادي نفتح واحد القوس باش نوجه لك واحد النصيحه وباش نقول لك ما تبقاش جوستيفي اي حاجه درتيها، ما تبقاش جوستيفي اي حاجه درتيها. خذوا المثال ديال المقاول، انا كمقاول اليوم او اليوم اللي كنتي كمقاول غادي تكون كتعرض لهذه المساله هذه كل نهار، كل نهار غادي تتلاقى مع لي براكاسي ومع بعض الاشخاص اللي غادي يطلبوا منك انك جوستيفي لهم شنو تدير. الوغ الاغلبيه ديال الاشخاص تيطيحوا في هذا لو بياج هذا وكيبداو يجوستيفيو، كتبدا تجوستيفيو. وهذه المساله كانت كتوقع لي انا في الاول اون طون كونتربرونور، شحال كتربح، واش انت كتربح فلوس، شنو هما لي برودوي اللي خدامين، شكون هما الناس اللي كتلاقى معاهم، ها هو هادشي واش خدام الى اخره. ماشي سوقك، شحال كنربح انت ماشي مديريه ديال الضرائب، اش من ديبلومات عندك، انت ماشي وزاره التشغيل. اغيتي دو جوستيفي اي حاجه كديروها، اغيتي دو جوستيفي. لي زونتربرونور اليوم متعرضين لهذا الشيء اكثر من اي شخص اخر. فاش كتلاقى مع واحد الشخص ان بروف او معلم وكتقول لي انا اونتربرونور، وي واش خدام هادشي مزيان؟ هادشي اول سؤال تيسولك. خاصك تجاوبو واش خدام هادشي مزيان، خاصك تجاوبو واش كتربح فلوس، خاصك تجاوبو واش اونتربرونور مضيعه ديال الوقت. كتلاقى مع واحد خدام موظف في البنكه كيسولك واش كلشي خدام مزيان، واش انت كتربح فلوس. الوغ خلي الامور غادا كيف ما هي، ما تجوستيفيس، حط الاهداف ديالك وما تبارطاجيش الاهداف ديالك مع اي واحد. فاش كتبارطاجي الاهداف ديالك مع كلشي كيبداو يبانو لي زوبستاكل وكتحطم نفسيا، لان الاشخاص هادو ما غيزيدو الا يحبطوك. اليوم غادي يقول لك هادشي اللي كدير فيه زوين، وغدا فاش ما بقى عندك حتى شي ريال غادي يقول لك وراه كنت باغي تقولها لك. يعني الناس غير مع الرابحه، والطبيعه البشريه ديالنا بحال هكا. داكشي علاش اغيتي دو جوستيفي. وهنا خصك تحضي راسك من واحد النوع ديال الاشخاص اللي تيقولوا ليه محامي الشيطان. محامي الشيطان هو داك الشخص اللي كتشوفو نتايا كتحترمو، كيبان لك انت قاري وفاهم كلشي، وكيقدر يعطيك التبرير بان هذاك الخدمه اللي كديرها او هذاك البروجي اللي غتدخل ليه ما غاديش يخدم بالاحصائيات وكلشي، وكيستغل نقص الثقافه العامه ديالك وكيبدا يدخل معاك في شي حوايج وشي احصائيات اللي انت في غنى عنهم. هذا الشخص هذا محامي الشيطان، لانه تبين لك انه معاك ولكن في الداخل ديالك كتمشي محطم فاش تتفارق انت وياه. دور السي انت معايا وغادي تلقى لان كاين على الاقل واحد ثلاثه ولا اربعه ديال محامي الشيطان في لونتوراج ديالك اللي كيلبسوا واحد الغطاء ديال هذاك الملاك اللي جاي باش ينقذك، ولكن هو ما كيزيد الا يحطمك. 90% ديال الامراض النفسيه ما جايهش منك انت لداخل لانك انت مريض، مي جايه من الضغط ديال البيئه الاجتماعيه اللي كتنشا فيها. بحال البنت اللي كتوصل 30 عام وما كتجوجش، ما كيجيهاش تأنيب الضمير لان هي باقا ما تجوجات، كيجيها تأنيب الضمير لان كاين واحد الضغط ديال واحد البيئه كتكبر فيها. بحال الشخص اللي كيوصل 22 عام وما كيلقاش خدمه، هذا الشخص هذا الضغط اللي جاي من البيئه اللي كيعيش فيها اكثر من الضغط اللي جاي ديال انه بصح هو محتاج لهذيك الخدمه. هنا غادي نسدد القوس هذا، وخاصك تفهم ان الاغلبيه ديال الاشخاص ما غاديش يبغيوك. النقطه رقم جوج هو اعطاء الاولويه للمدى القصير على المدى البعيد. الفقراء دائما كيفكروا دائما غير في نيفهم، بحال دابا انا كنفكر غير في الصالير ديال الاخر ديال الشهر، كنفكر غير في لي بتي بليزير اللي كيهرسوني على المدى البعيد، او لا سكون ابيل لانتيليجونس دو ديستركسيون. هاد لانتيليجونس دو ديستركسيون هي واحد الخطوات على المدى القصير اللي كيعطوني لو بليزير واللي كيون دي سيرفي ا لون تيرم، يعني كيحطوا لي التخريب الذاتي وكيخربوا لي حياتي على المدى البعيد. بحال مثلا وي
نهز مزيان ان في الحياه الزوجيه ديالي او في الحياه العاطفيه ديالي انني ندير الخطر في الطرف الاخر ونكون ظريف، ولكن هذيك الظرافه بزاف وديما الخطر وديما الفشوش الى اخره، هادو نقاط اللي غادي يعطيوك لو بليزير وغادي يعطيو وغادي يعطيو شحنه ايجابيه للعلاقه على المدى القصير، ولكن غادي يهرسوا العلاقه على المدى البعيد وغادي يضروها. فاش كندوز نهار كامل في الانستغرام وي سي ان بليزير، كندوز نهار كامل في الانستغرام كنتفرج في السيريه ديالي المفضله، كناكل الشوكولات ناكل البيتزا، وي هادو خطوات صغار اللي كيعطيونا بليزير على كور تيرم، ولكن الون تيرم غادي يعطيوني السمنه، غادي يعطيوني الكآبه، غادي يخليوني انني نزيد نتكلخ لان ما كنستثمرش في نفسي، غادي يعطيوني بزاف ديال الحوايج. والناس اللي عندهم الفراغ في الحياه ديالهم واللي الهدف ديالهم انه 8 12 جوج ويشد صالير في الاخر ديال الشهر، هما اللي كتلقاهم دائما كيستثمروا فلوسهم في شي حوايج اللي غادي يعطيهم هاد لي بليزير على المدى القصير، بحال يمشي يستثمر في بيتزا عوض يستثمر في دوره، يمشي يستثمر في السينما عوض يستثمر كتاب، يمشي يستثمر في كونسير ديال شي مغني عوض انه يمشي بهذوك الفلوس يمشي ديفلوبي بهم نفسه، يمشي يدير سبور، يمشي ياكل ماكله صحيه الى اخره. ماشي كونفورتابل انك دير رياضه، ماشي كونفورتابل انك تفيق كل صباح في الليالي مع 6 ديال الصباح، ماشي كونفورتابل انك تجلس وتحط تقرا 10 ديال الصفحات ماشي تفتار اللي غادي يزيدك القدام، ولكن خاصك تفيزواليزي لا سيتوياسيون من دابا عام، كيفاش غادي يكون المستوى ديالك على الجانب الصحي، على مستوى الذكاء ديالك كيفاش غيكون، مستوى العلاقات ديالك كيفاش غيكون، مستوى الثقه في النفس ديالك كيفاش غادي يكون. هادشي اللي كنقصد. النقطه رقم 3، هاد الناس هادو ما عندهمش مشكل في الرفض. شنو جاب الرفض للغنى والحياه الرفاهيه؟ سي لي لان ما حد كندخل في تجارب جديده، ما حد كنتعرض للرفض، ما حد كنتعرض للفشل، ما حد كنطلع الفرص ديالي باش نزيد ننجح، هذا هو قانون الوفر، ما حد كنطيح في الرفض في الرفض في الرفض، ما حد كنطلع الفرص ديالي باش يجيني جواب ايجابي او تجيني هذيك النتيجه النهائيه الايجابيه اللي تنقلب عليها. الفقراء باغين دائما ياخذوا 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 ياخذوا، باغي في دوره فابور، باغي يمشي يضحك على هذا، باغي لونسي البروجي ديالو وديك الساعه يجيه المارشي، باغي لونسي لو برودوي ديالو ديك الساعه يتباع، باغي ياخذ الماكسيموم عندك ديال المعلومات وما يعطي حتى شي حاجه. وهذا هو السبب ديال البؤس ديال الاغلبيه ديال الاشخاص واللي تيخليهم فقراء الحياه كامله، هو باغي ياخذ 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 ياخذ. والثقافه المغربيه او العربيه بصفه عامه دائما كتربيك على ان دائما انت قافز وانت مالك وانت ما كديرش بيك، وراه الا مشيتي حتى تصيدتي او لا مشيتي تترفضتي فانت ما عندك حتى شي قيمه وانت ما كتسوى حتى شي حاجه، وهذا اكبر خطا كتربوا عليه. اليوم السر ديال الحياه هو العطاء. اذا كنتي من النوع ديال الاشخاص اللي كيتسنى العالم يتغير على قبله وباغي كلشي يجي لعندك، فخصك تعيد النظر لنفسك. الى اي حد انت توي اليز مع الرفض؟ الى اي حد انت يا مرتاح مع الرفض؟ لان الخطوات الحقيقيه والغير مليحه اللي غادي يقدروا يدوزوا بيا الحياه ديالي لمستوى اخر والبيزنس ديالي لمستوى اخر، فهما الخطوات اللي كاين اون غون بروبابيليتي انني نتعرض فيهم للرفض. بحال مثلا بيع المنتوج، كتعرف مثلا شي رجل اعمال يمكن لك واقيلا شي نهار شي انترفيو كيهضر على الارباح ديالو، ولكن ما كتعرفش ذاك الشخص شنو داز عليه. 90% ديال الاوقات هو كيتعرض للرفض، 90% ديال الاوقات هو كتجفف به الارض، 90% ديال الاوقات هو كيعيش خيبه الامل، وكتجي بعد الاوقات اللي كتقول مع نفسك ان الحياه وقفات وصافي غادي نحبس وراه ما كاين حتى شي حاجه، وباقا كتوقع ليا حد الان. اذا النقطه رقم 1، حيد العاطفه وما تبقاش تكرر داكشي اللي عارفه ما خدامش. ولا اليوم ما عندكش فلوس او ما عندكش كونت في البنك اللي كتحلم به، فماشي مشكل ديال الظروف الخارجيه، فمشكل ديال الشجاعه، ما عندكش الشجاعه. النقطه رقم 2، واش مستعد ان 90% ديال الاشخاص يكرهوك؟ الناس ما غيبغيوكش، خاصك تفهم هذه النقطه. النقطه رقم 3، حاول تفافوريزي لون تيرم المدى البعيد على المدى القصير. النقطه 4، الى اي حد نتايا اليز مع الرفض؟ خاصك تولي تقبل الرفض وتعرف بان ما كاين حتى شي حاجه مجانيه في الحياه. شكرا جزيلا على المتابعه ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم من هاد لا فيديو هادي، تخليو لنا كومونتير باش يطلع التفاعل وتبان هاد لا فيديو هادي عند ناس اخرين اللي محتاجين يسمعوها. اي بيان سور بلا ما نحتاج نوصيكم سبسكرايب القناه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.